ينضم معنا من اسطنبول العقيد أحمد الحمادي الخبير العسكري السوري. سيادة العقيد مرحبا بكم، هلا وضعتنا في صورة ما يجري على طول الحدود السورية العراقية، وإلى أي مدى يمكن أن نقول إن ما يجري هو تحضير لمواجهة بين القوات الأمريكية والقوات الإيرانية وميليشياتها لا سيما الحشد في العراق؟ السلام عليكم، تحياتي لكم والأستاذة المشاهدين. لا أتوقع بأن الولايات المتحدة جادة في تحجيم الدور الميليشياوي ودور إيران، إلا أننا نسمع جعجعة ولا نرى طحنا. هذه التحركات التي بدأت لقوات الحشد واستهدفت بالأمس مناطق في البوكمال وفي مناطق هجين ضد تنظيم داعش، وهذا تدخل عسكري من قوات الميليشيات ومن القوات العراقية في تلك المنطقة. اليوم هناك تحرك لميليشيات إيران وميليشيات الحشد باتجاه منطقة القائم، حيث دخلوا منطقة ناحية الرمانة وعلى الجميع الحدود، يعني اقتربوا من الحدود. الولايات المتحدة تقول بأن جل عملياتها ضد تنظيم الدولة، وبأنها تمنع القوات الإيرانية من إيصال الطريق ما بين طهران وما بين البحر المتوسط. إلا أن الولايات المتحدة حتى الآن لا نرى بأن هناك فعلا حقيقيا أو جهدا حقيقيا للولايات المتحدة لمنع المشروع الشيعي أو الهلال الشيعي الذي تسعى إليه واشنطن وتسعى إليه إيران وكذلك ميليشياتها وميليشيات الحشد الشيعي من هذا. ما الذي تريده واشنطن بالضبط من هذه التحركات؟ يعني ألا تراها تتناقض ربما مع تصريحاتها التي تؤكد في هذه التصريحات أن استراتيجيتها في سوريا لا تتضمن التحرك العسكري ضد الميليشيات الإيرانية بل تتضمن الضغط على إيران اقتصاديا؟ الولايات المتحدة مع تفعيل العقوبات هي تريد إنهاك إيران اقتصاديا حتى لا تستطيع إيران تمويل الميليشيات وتدريبها وكذلك أمداد حزب الله. فالمعروف بأن إيران دعمت نظام الأسد ب 35 مليار دولار طيلة هذه السنوات السبع، كذلك كل عام تقدم إيران 1.2 مليار دولار لحزب الله ولباقي الميليشيات. فالضغط الاقتصادي على طهران قد يؤثر على تمويل وعلى تدريب الميليشيات التابعة لإيران في هذه المنطقة. هذه الاستراتيجية أثبتت عقمها بأن إيران أتوقع بأنها ستستمر بهذه الأعمال ودعم الميليشيات في سوريا وفي لبنان وفي العراق، وإن هذه العقوبات الاقتصادية لن تجدي نفعا. هذا العدو الإيراني المتمدد والذي يسعى للسيطرة على المنطقة لا يفهم إلا لغة القوة من اليمن وحتى سوريا وحتى لبنان وحتى العراق. فكل هذه الأعمال البسيطة التي تقوم فيها الولايات المتحدة لن تؤتي أكلها في هذه المنطقة. هناك خط حديد بدأت إيران بتفعيله من أجل وصل طهران بالبحر المتوسط، وهذه المعروف بأن خط الحديد يصل إلى الموصل، وهناك وصلات يجب على العراق أن يقوم به. هذا من ناحية. أما من الناحية الأخرى فنجد أن إيران تسعى إلى تحطيم القوة الصلبة للسنة من الموصل وحتى دمشق عن طريق فتح باب التشيع والدعم في سوريا. بالتزامن مع الانتشار الأمريكي في صحراء الأنبار، يعني هناك سيطرة لميليشيا الحشد على قاعدة H3. من الناحية العسكرية، من الناحية الاستراتيجية، ما مدى أهمية هذه القاعدة ولماذا تسيطر على هذه القاعدة ميليشيا الحشد أمام أنظار الولايات المتحدة؟ هذه القاعدة هي قاعدة قديمة مهجورة سيطرت عليها هذه القوات لتتخذها يعني قاعدة للإمداد وللتموين وكذلك للتعسكر في هذه المنطقة، وأي أي قاعدة يتم الاستيلاء عليها يعني بأن المنطقة أصبحت خاضعة لهذا الحشد. الولايات المتحدة بإمكانها ولديها القوة العسكرية الكافية والقوة المادية والقوة السياسية في هذه المنطقة، لو لم تكن راضية بالشكل الكافي عن هذه الميليشيات أو عن دور إيران في المنطقة لاستطاعت أن تقوم بأعمال
أكبر من هذا بشكل كبير. الجميع يتذكر ما حصل في الموصل، حيث قامت القوات الأمريكية بتقديم الإسناد الجوي والناري واللوجستي للميليشيات الإيرانية للحشد الذي قام بتهديم الموصل وباقي المنطقة. العلاقة ما بين الحكومة في العراق والنظام السوري كيف ساعدت في تنامي السطوة الإيرانية والنفوذ الإيراني عبر الميليشيات في هذه المنطقة؟ يعني الحكومة العراقية اليوم هي مأسورة بشكل كامل لقرارات ملالي قم وكذلك نظام الأسد، فلذلك هذه استراتيجية متكاملة تقوم بها إيران في دعم الحشد الشيعي ودعم كذلك الميليشيات الشيعية داخل المناطق السورية، وهذا يتطلب موافقة الدولتين اسميا، يعني اليوم دولة العراق وكذلك الدولة السورية الممثلة بنظام القتل وعصابات بشار الأسد. فهذا التعاون يعني هناك قوة خفية تقوم بتأمين هذا الدعم وهذه يعني السياسة القائمة من إيران وحتى سوريا. ما مصير الوجود الإيراني في سوريا؟ حتى الآن الروس قالوا بأنهم لا يستطيعون إخراج الإيراني من سوريا. اليوم التغلغل الإيراني والميليشياوي في سوريا أصبح أكبر من أن يستطيع أحد أن يخرجه من سوريا. هناك نظام جنس عدد كبير من القيادات ومن الميليشيات في سوريا وأصبحوا سوريين بالحكم التجنيس، فهم دخلوا إلى مؤسسات الدولة بشكل كامل والمؤسسة العسكرية بهوية سورية، فهذا كيف سيتم إخراجهم من هذه من سوريا. كذلك الولايات المتحدة حتى الآن لم تقدم أي حل على إخراج السوريين الإيرانيين. أتوقع بأن إخراج الإيرانيين والميليشيات فقط مرتبط بإزالة نظام بشار الأسد وعصاباته من سوريا، عندها يستطيع الشعب السوري أن يعري هؤلاء وأن يطردهم من سوريا. العقيد أحمد الحمادي الخبير العسكري السوري، شكرا جزيلا لك.